ما لقيت ما نتكلم بالحق. حتى انا ما لقيت كيفاش نتكلم. هذا شنو؟ هذيك التيران نتاعك انت. ليه بالحق. شنو كاين هذيك قبل؟ هذيك من غادي على اساس بيت ميوره. قربج. بيت قربج بيت قربج هي بيت قربج. شفته؟ مش نورمال والله مش نورمال. نقرص روحي باش تصدق. نقرصك انا؟ اقرص 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 يا مروه. طيب شكون يقرصها؟ والله باللي تخيلناها ما تخيلناهاش هكا والله يعطيكم الصحة والله تعبتوا فيها بالكدا بالكدا. شفت والله ما ديما نقولها ولكن بتخدم بمحبة. أنا تصدمت كي دخلت راه حتى أنا تصدمت والله. أنا مش مصدق مش هكا. أنا مش مصدق بالحق باللي واحد يدخل والله تخيلت برشا حكايات أما مش هكا. كل مرة نعمل سيناريو هكا في مخاخنا وكذا بالصفة هذيا ما تصورناش والله بالحق والله يعطيكم الصحة والله. ديخ انا مزين ديخ هكا انفاس مزين ديخ مش نورمال والله يعطيكم الصح. الباب البابك اللي قهرني انا ذاك انت حبيبك راح اللي علمني العنف ان الباب هذاك تعرف مشيت حل كل شيء ما كنت هذيك كل شيء اي صلي على النبي. والله روعه بالحق والله روعه والله يعطيكم الصحه يعطيكم الف صحه والله. ما كنت قاعدة تحلم بالصح وتحلم بالمنشر والله العظيم كان حلمي أنا من الأخر وبصراحة كان حلمي نعمله بارتير في الدار يضحك الزيز والله خاطر المرأة تعبت على الأخر والكوجينة وباب كوجينة على مايورة خاطر ديما تخلط على ما نخاف عليها نقول تصيرش حاجة والباب هذا يغلب عليا زيد هوني ما تخافش هوني ما تخافش خاطر كل شيء أي. فما سيكوريتي اللي معناها من فهمته سيستم سيكوريتي الاخرى نخافوا بيسك لا فما بلاكارات باش تخبي لا فما حتى شيء هذاك علاش كل شيء مفروض البرق قدام ميا هي تدخل وين تلقاني نسيح ونعيط باش تتفجع مسكينه تخرج تجري والدار كما شفتوها بكلها مشاكل كي جيتوا انتم من الاول بالحق عانينا منها بالكدا بالكدا والله وكا ربي جازينا خير وبعث لنا ناس طيبه كيفكم انتم ويرحم والديكم والله والله هو هكا تشوف حتى النفسيه راهو باش تتفرج انا تو ارتحت على والله العظيم وباللي تصورنا ما تصورناش بالصفه هذيا ما تصورناش بالصفه هذيا الجمله بالرسمي حاجه من وراء العقل والله. قبل قلت لي اللي ديما تحس بالندي والبرد هوني في الدار ومقلق ياسر سورتو اللي انت عندك مشاكل نتاع التنفس هكا ولا ازماتيك انت. اي. السقف كيفاش كان؟ عملت على الفوق ولا؟ اكحل. السقف كان اكحل. هو ديجا مزين هذاك بتبيع اخضر واكحل و شجره بركه باش تخرج منه كهو امور واضحه. يا سيدي هذيك قفين عليه. قفين عليه ما عادش فما ندي في الدار جمله. يعطيكم الصحة. ما عادش تخاف من ندي. الحمد لله. الحمد لله والله. هاي سيدي زعما هيدي شنو بيت مايورة وليت بيت ميار سي فغي صغيره شويه اما راهي مزينه برشا انا عجبتني المهم عندها بيت عندها بيتها واحنا متاكدين اللي هي مزينه عندكم ثقه فينا اكيد اكيد تحبوا تشوفوا بيت ميار اكيد نحبوا نشوفوا حلو عينينا حلو عينيكم ويني بيتي انا يا الويكاند نقعد على الدار هنا مش نورمال والله مش نورمال والله يعطيكم الصحة عملنا لكم دوش ولا الدافية نجم تدوش الميار ما تخافش من البرد من البرد والله بالحق اكثر حاجه هذيك ديما خموا فيها على ميوره ونحيروا ياسر في الدوش ما عندناش سباس جمله قبل هذه عالم اخر يعني وديجا عندكم شباك معناها اللي بيانا يغير بالحق ما تطلعوش دخلنا الوتير بالغالب والله روعه روعه اقرصوا من بكري اقرصوا زيدوا اقرصوا 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 فرصتك مش تقرص اليوم روعه والله ليه والذوق نتاع مدام شيماء بصراحه مش عاديه والله تحس كل حاجه منسقه على الديكور اللي تبعها فما تناسق كبير مش نورمال سورتو في الالوان
وحتى في التقسيم يعني. قولك في الاسبوت الفوق والبلافون. اسمعني انا تمنيتها هكا الحق. تمنيتها هكا الموضوع ان شاء الله تطلع في الجري. تمنيتها هكا كيما تمنيتها اللي قلت. الواحد اللمبوبه هذيك اللي مركبها لي انت. والله يعطيكم الصحه والله. حاجه بالرسمي باللي تخيلنا ما تخيلناهاش بالصفه هذه. شنو مازال اكثر من هكا؟ ناس بروفيسيونيل على القاعده، خلنا قرصك انا. بون هذه تقطيقو. مازال فليقو. مازال فليقو. نشوفوا بيت ميارة. أيه نشوفوها. هاي نشوفوا بيت ميارة. هذه شنو كانت قبل؟ كوجينة. كانت كوجينة وكانت فيها برشا مشاكل وكانت بردة برشا. حاسين بها دافية توا؟ على الآخر. إيش قالكم في الريحة البنينة اللي فيها؟ مش نورمال. ما تنجمش تكون ريحة متاع كوجينة؟ لا لا. وإحنا رينا الكوجينة ريحة متاع مابل هذه. متاع مابل. مابل دافي ومزيان. هاي شوفوا معايا بيت ميارة. هذه بيت ميارة. هذه بيت ميارة. ميارة. يا لله صحة ليك. شنو؟ ريت بيتك ميارة؟ شفت محليها؟ بيتك شوف شو ميورة شو واو العام دبدوب هذا هكا هوني باش تتخبى عليا ما عادش تتخبى ورا ريدوي تهبل تهبل محليها ليه والله محليها والله من ورا العقل والله مزيانة على الاخر يعني ما يعني هذه تنجم توصلها لستة سبعة ثمانية حتى أكثر ليه حتى أكثر ليه أكثر أي أكثر أي خزينة مليحة ديجا كبيرة تخوا بوخت عندك الريدو معناها يقعد زيدا أو محليه هيك محليها محليه شباك مزيان برشا زيدا دونك هذي تخي بيانا يغي زيدا البيت هذيا يدخل لها الهواء تدخل لها الشمس بالكدا هذيك المحل الكولور المفضل نتاع ميارة بالحق والله تموت على الروز بيبي عجبتك بيتك ميارة؟ كلها محليها الله يعيشك ميارة باهي هذي هذي شمعة أما الصغار ما نشعلوش شمعة أوكي أنت هذي مزيانها والله يعطيكم الصحة احنا خممنا قلنا اللي أحلى من بيتنا بيتها بلش نغير تغيرها؟ صار أحلى من بيتنا مزينها محليها ليه وبالحق مدام شيما يمكن خمت حتى لونتيري يعني هكا تعيش معها حتى عشرة سنين ديجا عندك الاسباس هوني بعد تكبر تولي تقرا تجب تعملها بيرو صغير هوني معناها عندك الاسباس بالحق كافي برشا وواسع بالكدا بالكدا اي مانيش باش نخليكم حايرين ولا تخموا ان شاء الله يا ربي ديما غدوه خير وديما القدام مرتاحين وفرحتين ديما غدوه خير ويعطيكم الصحه اكيد وحدنا ما كناش نجمو نعملوها مستحيل 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 وبالفاسون هذه مستحيل شفت معناها مش مساله امكانيات برك ذوق زيد ذوق على البارتير كل شيء متناسق مع بعض كل شيء على كولور البيت شفت روعه محليها ميار خذ هذه وخليوك في البيت باش ناس بابا وماما بيت اخرى اوكي اي خليوك هوني تلعب في بيتك تحب بيتك خذ راحتك باش تقعد في بيتها اي لا شنو قعد لا شنو قعد قعد بيت النو شو نشوفوا بيت النو اي هذه بيتكم قديش عندكم معرسين انتم 3 سنين ما زلتوا عرايس جدد اي اما 3 سنين تعديت عليكم برشا فما تعب وفما وجيعة فما مرض أكيد فما أما فما برشا حب أكثر حاجة عجبتني فيكم أنتم ككوبل هي اللحمة اللي بيناتكم تحبوا بعضكم برشا احنا حابين نجازيكم بالبيت المزيانة هذه اللي قاعدة نشوف فيها أنا ومتأكدة اللي مروة تحب تحل عينيها بيت بالحق روعة هاي سيدي حلو عينيكم هذي بيت مش نورمال
بالرسمي باللي تصورنا بالحق ما تصورناش بالطريقة هذه. والله شيء ما خدمت بالكيف، الادوات محلاهم، الديزاين بتاع السقف، كل شيء، الموبيليا زادة مش نورمال، شفت بارتير زادة، التنسيق في الالوان. مروة مصدومة. مصدومة والله والله، تحسها موبيليا دوكاليتي، يعني مش اي موبيليا. إيه الأخرى تحس تزيد ضيق البيت، تزيد تغمها ولا كيفاش؟ وهذيك البروبليم قبل، يعني كبيرة بحيث البيت ما تنجمش تتحرك فيها على راحتك جملة. إيه. موبيليا القديمة. معناها بالحق بتوتيلة؟ والله بتوتيلة. خير 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 والله. قالوا يحسر عليك هذي داري. والله هذي دارنا بالفم الملي. شفت اللوميير كيفاش الخدمة بتاع اللوميير الفوق؟ مش نورمال. لي لوستر زاد مزيانين برشا على الاخر، حتى البابيل في الحيط مش نورمال. اي بابيل بون تقولش عليه، تبع الكابيتوني بتاع الفرش، يعني كل شيء تحسها كلها لاصقه في بعضها. شكلك في خزينتك يا ليلى. كل شيء وحده. لي ريدو زيد هاك الريدو دوبل تحب عليه. اي محليها عيا ميلا بالمناسبة، البيت هذيا المزيانة تيجي بحذايا مروة، غني لها حاجة في البيت المزيانة. إي غومونتيك، قولي لها كي في العرس ما حبش يغني لي. مشكلتي مانيش حافظ صوتي خايب. ماني سمعت بحكاية العرس ما حبش يغني، حبش يغني. خاطر المجهود هذايا غني لنا حاجة. تعيا سيدي، تعيا يا يميسي، شو تحب تقول لها في الأجواء المزيانة هذي؟ قول لها نحبك برشا وميرسي عليك اللي ضحيت معايا برشا في الظروف الصعيبة اللي عشنا فيها، وكي ربي كرمنا بعد ذي الكل، وديما احنا مقبل نقولوها كلمة ان شاء الله غدوة خير، اللي نجينا غدوة خير بيدو شخصيا. يزيد هاكل مخريوت بعد بعد سبحوني انا فهمت روحي زمي نخرج. اذي فتحكم اخوي، اذي فتحكم يجنبوسك. ان شاء الله يا ربي تتهنى في دارك، وان شاء الله المحبه والموده اللي بيناتكم تدوم وتكبر، وربي يخلي لكم ميال، يعطيكم الصحه والله، يرحم ويديكم الكل. شو كل واحد تعب في الدار وعاون حتى براي بسيط، ما الكل يعطيكم الصحة، يرحم والديكم بالحق. والله فرحتونا على الاخر والله. حلمة ما كنتش نحلم بيها اصلا، حتى حلمة ما كانتش، ما كنتش نحلم بيها اللي باش يجي نهار وتولي الدار هكا وتتبدل هكا. والله الحمد لله، يعطيكم الصحة الكل. احنا تمنينا القليل وربي عطانا الكثير، والله والله تمنينا أبسط الحاجات، شوف ربي سبحانه ورحمته كيف واسعة، والله كرمنا بحاجات فوق اللي تصورناه. والله أحلى كلمة تختم بيها، ربي كبير ورحمته واسعة، وإن شاء الله غدوة خير. إن شاء الله غدوة خير. عايشك ربي فضلك، عايشك خليلكم الخير إن شاء الله. عايشك ربي فضلك.